هي قائمة التجار والمتعاملين الاقتصاديين الملزمين بضمان المداومة خلال يومي العيد ببلدية القبة، أين قمنا بجولة استطلاعية لمعرفة مدى التزامهم بتعليمات وزارة التجارة. نحترموا نظام المداومة باش نوفر مواطن ديما يلقى صعوبات الغليق ما كاش الحوانت بحلول يحلينا نوفروا له كما نقول اول يوم وثاني يوم في زوج. الاولى رانا ملتزمين بتعليمات وزارة التجارة باسكو برومي جور دوزيام جور لازم نخدموا ما حنايا هنايا عندنا لي كليون ما نغلطوش ونوفروا لهم واش راهم حابين. بين التزام التجار المعنيون بالمداومة وتذبذب النشاط التجاري خلال المناسبات الدينية والأعياد، ما تزال رحلة البحث عن المواد الاستهلاكية هاجس المواطن. الناس راهي ولات تتوجد على فونس سواء خضرة ولا فاكهة ولا جازوز ولا مي سي نورمال بورو سي نورمال. كاين الناس هنا اللي راهم يسكنوا على برا لي بولونجيري بار اكزومبل اللي خليش ولادو بلا عيادة، لازم هو ثاني يعيد مع ولادو. لا توجور هكا ناقص سيرفيس فيه تما مع الصباح هكا ناقص سيرتو مع الصباح مي مع العشية كاين يبداو يفتحوا. تزويد المستهلكين بالمواد الغذائية خلال يومي العيد إجراء جندت له وزارة التجارة أزيد من 60,000 تاجر على المستوى الوطني ليبقى تحليهم بروح المسؤولية والتزامهم بالتعليمات إجباري لضمان الحد الأدنى من الخدمات.